السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي على قناتكم عبد الرؤوف 89 على يوتيوب. إن شاء الله رب العالمين نتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الزيرو كروسنج. إيه بقى الزيرو كروسنج دي؟ هي عبارة عن النقطة التي تغير عندها الدالة إشارتها، يعني بدل ما هي في البوزيتيف بتبقى في النيجاتيف، ودي واضحة جدا في الساين ويف. لو حضرتك بصيت على الساين ويف هتلاقي فيه زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي، هتلاقي فيه طالعة في البوزيتيف وهوبا نزلت عند النيجاتيف. نقطة التماس مع محور الأكسيال اللي هو الإكس ده، نقطة التماس ديت أو النقطة دي هي نقطة زيرو كروسنج، اي نقطه عبور الزيرو او النقطه اللي عندها مفيش اي حاجه موجوده، لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، زيرو. بتستخدم في موضوع الزيرو كروسنج ده يا جماعه معرفه نقطه زيرو كروسنج، يعني امتى الداله ديت او امتى الويف ده بيوصل للزيرو كروسنج، ومعرفه عدد مراتها للزيرو كروسنج بيفيدني في شويه حاجات ممكن استخدمها في الماثيماتيك اللي هي الرياضيات، ممكن استخدمها في الالكترونكس اللي هي الالكترونيات، ممكن استخدمها في صوتيات، ممكن استخدمها في حاجه اسمها الايمج بروسيسنج اللي هي معالجه الصور. بقى دلوقتي عرفت يعني ايه الزيرو كروسنج. نيجي مثلا في الالكترونيكس، احنا عارفين ان في حاله التيار المتناوب ان الزيرو كروسنج هي النقطه التي لا يوجد فيها تيار كهربائي، في حاله سواء كان في حاله الموجه الجيبيه او في اي شكل موجه بسيط اخر. الزيرو كروسنج هي عباره عن النقطه اللي عندها بيعبر الموجه او بتغير الويف ديت شكلها. بيقول لك ان الزيرو كروسنج ده يا جماعه بيحصل مرتين في كل سايكل، وفي جهاز بيكتشف عدد مرات وصول الويف ديت للزيرو كروسنج في الدوره، سواء كانت الويف بتاعتي كذا دوره يعني كذا سايكل، فانا ببدا اكتشف هو وصل لكم مره للزيرو كروسنج. موضوع الزيرو كروسنج ده يا جماعه موضوع مهم جدا بالنسبه للدوائر اللي بترسل بيانات عن طريق الدوائر الاي سي اللي هي البيانات الرقميه او الدوائر الرقميه، زي الموديمات وزي انظمه التحكم في التشغيل، زي انظمه التحكم في المنزل اكس 10 وانظمه التحكم الرقمي في الاوامر من طراز ليونيل وغيرها من طرازات الاي سي اللي بتستخدم في نقل البيانات. كمان من خلال عد العبور الصفري او الزيرو كروسنج ممكن يعرفوا مقدار تكرار الكلام بيستخدموها في معالجة الصوت. يعني مثلا تيجي حضرتك تلاقي نفسك ايه بتستخدموا الترانزستورز، بيستخدموا مكبرات صوت، بيستخدموا مثلا الديستورشنز في المايكات اللي زي مثلا انا لابسه ده مايك زي المايكات دي، عايزين يحددوا فيه يعملوا معالجة للصوت. فموضوع الزيرو كروسنج الموجة اللي انا بتكلمها دي او الويف اللي انا بتكلم، الموضوع مش مقتصر على الساين ويف بس، اي ويف موضوع الزيرو كروسنج ومعرفته ممكن يستخدمه في ان هو يقدر يعالج الصوت. بيقول لك كمان ان في حالة تبديل الطاقة الكهربائية، لو تم تبديل الطاقة الكهربائية ودي مهمة جدا بالنسبة لنا، فبيتم لو تم عند الزيرو كروسنج مفيش اي تداخل او اي ديستورشن او اي موجات خارجه بتنتج، ودي مهمه جدا. مثلا يجي يقول لك ايه المحول بتاعي اتحرق، المحول اتحرق، حضرتك جيت وصلته في نقطه او السيركت بريكر اللي وصل المحول ده او عمل اطلاق تيار على المحول في نقطه غير الزيرو كروسنج، او السيركت بريكر ده مش مصمم ان هو يشتغل على الزيرو كروسنج، وده مهم جدا في السيركت بريكرز اللي بتستخدمها على المحولات. يعني بدل ما اجي اوصل عند الزيرو كروسنج اللي هي النقطه اللي مفيش فيها تيار، فدي افضل وقت ممكن توصل فيه الحمل بتاعك او الترانسفورمر بتاعك. احيانا تلاقي الترانسفورمر جيت وصلته قام محروق من غير اي مقدمات، لان هو السيركت بريكر جه وصل، فوصل ما وصلش عند الزيرو كروسنج، وصل يا اما في البوزيتيف يا اما في النيجاتيف في نقطه فيها تيار، فالتيار ده حرق الملفات بتاعتك او حرق الجهاز بتاعك. خلاصه الكلام في الموضوع ده يا جماعه ان عند الزيرو كروسنج حضرتك ممكن تقدر تعمل اي تشنج او اي تغيرات عايز تعملها في الدائره بتاعتك، وصل او تفصل او تعمل تربط مولد او الكلام ده كله، فده مهم جدا عند الزيرو كروسنج. كمان بيستخدموها زي ما قلنا في مكبرات الصوت، كمان بيستخدموها انك لما تعدها تعرف نسبه الديستورشن اللي موجوده قد ايه، كمان بيستخدموها في حاجه زي معالجه الصور يا جماعه. اي ويف موجوده في الدنيا بيبقى ليها زيرو كروسنج، بتعبر ان الويف دي طالعه ونازله ما هياش دايركت، وده مثلا برنامج زي عندك زي برنامج الفوتوشوب، البرنامج الاشهر على الاطلاق في موضوع معالجه الصور والكلام ده، عن طريق مجموع البيكسل بتاعتك. لما ساعات تجيب صوره مثلا مع الانترنت الحجم بتاعها صغير او حاجه زي كده، وتيجي تلاقي البرنامج بيعمل لنفسه موديفيكيشن، اوتو موديفيكيشن اللي هو بيعدل بنفسه ان هو يخلي البيكسلز بتاعك متوافق مع الصوره اللي حضرتك مركبها او متوافق مع المقاس اللي حضرتك عايزه. ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق الزيرو كروسنج ده في البيكسلز اللي موجوده. والمرشحات بقى اللي تبقى موجوده مثلا في الصور، زي تدخل على الانستجرام تلاقي تيجي تحط الصوره تلاقي يحط لك مش عارف صوره ذهبيه وصوره مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، ده برضو زيرو كروسنج بيستخدموه فيها، وده بيستخدموا فيها طرق برمجيه بقى عن طريق الجافا سكريبت والكلام ده كله، بيستخدموا الموضوع ده ان هم يعدلوا في الصور او يحطوا اضافات او يعملوا تاثيرات. ده كان فيديو النهارده، اركن حضرتك استفاد، لو حضرتك استفاد لايك وشير، الامر حضرتك شو سبسكرايب في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.